أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. اليوم نقف عند سيرة القبطان محمد الصقلي. تستحق دراسة القبطان أو سيرة القبطان محمد الصقلي والوقوف عندها في بداية استقلال المغرب العديدة من الأبعاد. لماذا أعدم هذا الرجل بسهولة كبيرة وفي سرية تامة؟ وما هي التهمة الموجهة إليه؟ هذه الأبعاد يمكن تلخيصها في ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو حجم التطاحنات بين الأحزاب المغربية التقدمية والنظام على من يستولي على السلطة بالقوة وعلى كل مناطق النفوذ. ثانيا كثرة الاغتيالات والمؤامرات والتحالفات في الظل وفي العلن واللعب على كل الأوراق وعلى كل الحبال. ثالثا سيرة القبطان محمد الصقلي وسرعة المحاكمة وأجواء التعذيب والتخويف الممارس في حق المعتقلين وكذلك سرعة التصفية بعد المحاكمة دليل على حدة التطاحن. القبطان محمد الصقلي من مواليد العشرينيات من القرن الماضي، تسلق في صفوف القوات العسكرية الفرنسية في عهد الحماية وشهد على إخماد المقاومة المغربية في أكثر من موقع، بالإضافة إلى مشاركته في الحرب العالمية الثانية والحرب الصينية ورفقة العديد من الضباط والجنود المغاربة من بينهم محمد أفقير. كذلك كان شاهدا على الصراع القوي بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الشورى والاستقلال وكذلك النظام المخزني على السلطة وعلى المناصب بعد استقلال المغرب. لكن حدث تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1958 سيرخي بظلاله على توجه جديد للأحزاب المغربية التقدمية. سيعرف هذا الحزب تطورات مهمة وطاحنة إلى غاية 1963 أو ما سمي بالمؤامرة الكبرى، حيث سيظهر توجهان: توجه معتدل يمثله عبد الرحيم بوعبيد والمحجوب بن صديق وعبد الله إبراهيم، وتوجه ثاني متشدد يترأسه محمد البصري والبهدي والمهدي بن بركة، وهي إشارة إلى بداية انفصال نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. في هذه المرحلة يعني حيث تقدم مجموعة من المترشحين للبرلمان باسم الحزب المذكور وكذلك تقدم إلى البرلمان مجموعة أخرى باسم النقابة المذكورة، وأن التيار المتشدد كان أكثر يعني غلوا وكان يعد العدة للوصول إلى الحكم والحصول على السلاح. هذا هو جوهر محاكمة 1963 التي حكم فيها القبطان محمد الصقلي وكذلك علي بن الحوس وعبد الرحمن بن عبد الكريم المتوكل ومحمد بن جلون والقبطان العايدي وكذلك الماقي الملقب بجحا وسعيد بن عيلات ومحمد البصري ومؤمن الديوري والمهدي بن بركة ومجموعة كبيرة من قيادات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. والتهمة هي أنها المؤامرة ومحاولة الإطاحة بالنظام. شهادة الجنرال المذبوح على أن محمد البصري أطلعه أن المغرب يعيش أوضاعا أو ردة كما سماها، وانتقاد محمد البصري لتصرفات وأعمال الحسن الثاني ولمخططاته، وأطلعه على لائحة من الضباط والشخصيات التي ستشارك في هذه الإطاحة بالنظام الملكي. كل هذه المعلومات نقلها الجنرال المذبوح إلى الملك الحسن الثاني، بل أكثر من هذا أدلى بشهادته في المحكمة ضد المتآمرين.
حكمت المحكمة سنة 1963 بإصدار أحكام قاسية، أحكام بالإعدام طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي على 11 متهما، 8 منهم في حالة فرار، وثلاثة من بينهم القبطان محمد الصقلي. هذه المحاكمة اللي لم تكن محاكمة عسكرية بل كانت محاكمة مدنية نظرا للعديد من الأسباب. كان القبطان محمد الصقلي يعني من خصاله أنه معروف بالجدية في العمل والانضباط وبحس من القراءة، وكذلك شغف، يعني كان له شغف بمعرفة الناس وقدرة على التواصل، وشجاعة كبيرة أبان عنها خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك خلال حرب الهند الصينية، كما نقل العديد من الضباط المغاربة الذين شاركوا معه في هذه الرحلة. وكانت يعني لا يخفي أن له كانت تطلعات له سياسية لمغرب أفضل. نقل القبطان محمد الصقلي إلى السجن العسكري بالقنيطرة، وبعد شهور قليلة تم تنفيذ حكم الإعدام فيه بسرعة تامة تحت مطبخ السجن المركزي بالقنيطرة، حيث توجد داخل تحت هذا المطبخ ساحة كبيرة كان الفرنسيون يعدمون فيها المغاربة. ويعني بعد الاستقلال أصبح المغاربة يعدمون فيها كذلك، نفذ فيه حكم الإعدام بالسرية ونظرا لما يسمى بمؤامرة 1963، في حين أن البعض نجا من هذه من تطبيق حكم الإعدام، بينهم مؤمن الديوري وكذلك سعيد بن علاش الذي كان ذاهبا معه في يعني في في الكولوار أو وتم إرجاعه في آخر اللحظات. يعني القبطان محمد الصقلي ترك وراءه زوجة وعدد من الأطفال اليتامى دون أن تثبت المحكمة عنه أنه بالفعل كان مشاركا في هذه المؤامرة، فقط هي وكلام يعني متناقل بين العديد من الأطراف نظرا لحدة التطاحنات وكذلك لحرب المناصب والنفوذ داخل السلطة في هذه الفترة. كذلك يعني هناك أحكام بالإعدام بالجملة في صفوف العديد من المناضلين خلال هذه الفترة، والكثير من الاغتيالات والتطاحنات والنفي. إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا كل المنى، شكرا لتواصلكم لتفاعلكم ولتنبيهاتكم ولتوضيحاتكم، وإلى لقاء متجدد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.